السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات مدارس المنتزه الخاصة، معاكم من مدارس المنتزه يا ولاد ميس نورة سعيد. النهاردة يا ولاد هنتعرف مع بعض ازاي هنحل الامتحان اللي هيجي لنا ان شاء الله. هنشوف بقى الطريقة الصح اللي ممكن احل بيها الامتحان بطريقة منظمة. بيبدأ الامتحان طبعا زي ما احنا عارفين بسؤال التعبير. اول حاجة التعبير الوظيفي بيبقى عبارة عن بقى لافتة، برقية، تلخيص. فهنا جايب لنا اكتب له لافتة ارشادية تحذر فيها من اضرار التدخين. فقلنا ايه؟ قلنا التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة. وبعد سؤال التعبير الوظيفي بنكتب سواء التعبير الابداعي اللي هو بقى الموضوع الكبير اللي احنا متدربين عليه طول السنة. فبرضه بيجيب لنا موضوعين بنختار منهم موضوع، يعني مثلا هنا بيخيرني بين القراءة وبين النجاح. فاحنا اسهل حاجة النجاح، لان احنا طول السنة بناخد درس مفتاح النجاح معانا، فهنعرف ناخد منه فكر كتيرة. وزي ما عرفتكم اول حاجة بعملها في موضوع التعبير ان انا بكتب الفكر، وطبعا ما يقلوش عن 4 أو 5 فكر. وبعدين بكتب الموضوع زي ما اتدربنا عليه، بسيب المسافة اللي في الاول وبعمل الفصلات زي ما اتفقنا، وبعد ما بنهي الكلام بعمل نقطة. وبعدين لو حافظة استشهاد، حديث شريف، آية قرآنية، بيت من ابيات الشعر، برضو بستعين بيه في موضوع التعبير. خلاص خلصنا موضوع التعبير وكتبناه بطريقة منظمة ما يقلش عن 20 سطر، وعملنا الفكر بتاعتنا وخلصنا التعبير الوظيفي. بندخل بعد كده بقى على سؤال القراءة. احاول ان انا كل سؤال اعمله في صفحة منفصلة، يعني مثلا جالي بعد كده من موضوع يوم لا ينسى، يلا بينا نشوف هنحل ازاي. ما بقعدش اضيع وقت واقعد اكتب رأس السؤال ولا بكتب السؤال نفسه، لا بكتب الاجابة على طول. هكتب بس العنوان بتاع السؤال من موضوع ايه، وبعدين باجي مجاوبة على طول. فهنا بيقول لي استخرج من الفكرة. طالما قال لي من الفكرة ما ينفعش اجيب له كلمة من دماغي، لازم من جوه الفكرة اللي قدامي. مرادف كلمة لبسنا يعني ارتدينا. وبعدين قال لي مضاد مختلفة، الكلمة اللي موجودة في الفكرة هي كلمة مماثلة، ما ينفعش حد يقول لي مثلا مشابهة هتبقى غلط. لازم طالما قال لي من الفكرة لازم من الفكرة. انا بأكد تاني، من قائل هذه العبارة؟ هنقرأ العبارة طبعا كويس جدا. وكانت المفاجأة الرائعة الثانية ان ترانا فاطمة وقد ارتدينا جميعا قبعات بيضاء مماثلة لقبعتها. قائل العبارة دي هي مريم. ماذا كانت المفاجأة الأولى؟ المفاجأة الأولى هي أن ترانا أو أننا رأينا فاطمة ترتدي قبعة بيضاء جميلة للغاية. بعد كده بيطلب مني أحلل إلى مقاطع صوتية كلمة قبعات، فيها طبعا حرف مشدد هنكتشفه وإحنا بنحللها، قب-ع-تي. من قصة علي، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. طبعا هقرأ السؤال كويس جدا. عرفت عائلة علي مبارك باسم عائلة المشايخ؟ طبعا الإجابة دي إجابة صحيحة. طرد الكاتب علي مبارك بعد 4 أشهر من خدمته؟ الإجابة دي غلط، هما بعد 3 أشهر، بعد 3 أشهر. ما مصدر فزع الصبي وخوفه من الشيخ أبا خضر؟ المصدر الفزع هو العصا الغليظة التي يضرب بها الشيخ الأطفال لأتفه الأسباب. السؤال اللي بعد كده القراءة المتحررة برضو هعمله في ورقة لوحدها. بيطلب مني ايه اول حاجة؟ تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. جلس الأب على، طبعا بقرأ القطعة اللي جايالي دي كويس جدا وافهمها عشان اعرف استخرج منها صح. جلس الأب على المائدة. وزع الأب على أولاده قطعا من اللحم. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. أول سؤال بيقول لي طلب الولد الصغير من أبيه قطعة من اللحم. طبعا الإجابة دي إجابة غلط، طلب منه الملح. كانت سعادة الأب شديدة بتصرف ابنه. إجابة صحيحة. علامة يدل تصرف الولد الصغير؟ يدل على أخلاقه الحميدة وحسن تصرفه. السؤال اللي بعد كده بقى النصوص. أول سؤال اللي هو هيجي لي آية قرآنية يا إما حديث شريف، والسؤال ده بيكون إجباري يعني لازم تجاوب عنه.
جايب لي جزء من الآية وبيطلب مني بعد كده ان انا اعمل الخريطة، والخريطة زي ما احنا متعودين بنعملها نوع، معنى، مضاد، جملة، نوعها فعل، معناها معنى كلمة يعصمني، يحميني، مضادها يهلكني، الجملة هي سآوي إلى جبل يعصمني. نصح سيدنا نوح ابنه بأن يركب معه في السفينة حتى لا يغرق مع الكافرين. بيسألني ايه النصيحة اللي نصحها نوح لابنه، وبعد كده بيقول لي ايه الجمال في لا عاصم اليوم من أمر الله، أسلوب مؤكد بالنفي بلا والاستثناء بإلا، ويؤكد على مغفرة الله ورحمته بعباده، ويؤكد على أيضا نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين. السؤال الأخير بيبقى عبارة عن تسميع، بيقول لي نادى نوح قومه كي يركبوا في السفينة، اكتب من الآيات ما يدل على ذلك المعنى. كده خلاص خلصنا سؤال المحفوظات وعملنا النصوص الإجباري. هيجي لي بقى نصين اختار منهم نص. طبعا الافضل ان انا احل النصين بحيث ان انا اخد الدرجة الاكبر. خلاص انا مثلا اخترت نص ايه، اخترت نص تكون قوية، معنى كلمة نضرة يعني جمالا، مفرد الشفاه الشفا. بيقول لي اشرح بعد كده البيتين باسلوبك، هقول له ان الصحة هي اساس الحياة السعيدة، وبها نعمل ونشارك ونشعر بجمال الدنيا، ويجب علينا نشر الوعي الصحي بين الناس حتى يظهر أثر الصحة جمالا على الوجوه وبسمة فوق الشفاه. آخر سؤال بتاع مظاهر الجمال، بيقول لي إيه الجمال في قول الشاعر إنما الصحة عنوان الحياة، أسلوب مؤكد بإنما، بيؤكد عليه أن الصحة هي أساس الحياة السعيدة. آخر بقى سؤال اللي لازم أركز فيه كويس جدا، وهو سؤال النحو وعليه درجة كبيرة جدا، فلازم أركز عشان ما ضيعش الدرجة مني. فأول حاجة بيطلبها مني الإعراب، طبعا لازم أعمله في جدول وأكون منظم جدا. إعراب كلمة كنز خبر، هي بدأ الجملة بإيه؟ القناعة مبتدأ، كنز خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ولكن بعض الناس اللي بيجي بعد كلمة بعض بيكون إعرابه مضاف إليه، يبقى إذن كلمة الناس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يدفعهم الطمع، يدفع طبعا فعل، اللي بيدفع الناس الطمع هو اللي بيدفعهم، يبقى الطمع هو الفاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة عشان مفرد. إلى الرغبة طبعا حرف جر، اللي بعد حرف الجر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. خلاص خلصنا سؤال الإعراب، ندخل بقى على الاستخراج. طلب مني أول حاجة خبرا لحرف ناسخ وبين نوعه. حرف ناسخ يعني إن وأخواتها، في إيه من أخوات إن موجود هنا عندنا؟ لكن اسمها كلمة بعض، فين خبرها؟ خبرها يدفعهم الناس، وده خبر نوعه جملة فعلية. بعد كده طالب مني اسما لفعل ناسخ، يعني اسم لكان وأخواتها، عندي من كان وأخواتها يكون المضارع من كان، اسمها كلمة الحرمان، وهو طالب مني اسم الفعل ناسخ، يبقى كلمة الحرمان اسم يكون. طلب مني بعد كده خبرا نوعه مفرد، وحوله إلى خبر جملة اسمية في أول جملة خالص، القناعة كنز. لما الخبر بيكون عبارة عن كلمة واحدة بيكون خبر مفرد، أحوله إزاي لكلمة اسمية لجملة اسمية؟ أحط ضمير قبلي أقول هي كنز، حولتها من مفرد لجملة اسمية. طلب مني بعد كده إن أنا أحذف الناسخ، هحذف إن وأخواتها من الجمل اللي جاية، وأرجع الجملة لأصلها اللي هو المبتدأ والخبر. إن لك أجرا، هحذف إن وأرجع الجملة لك أجر، هنا لك دي خبر شبه جملة مقدم. لعل القادرين رحماء، هشيل لعل ورجع الجملة لأصلها المبتدأ والخبر لازم يكونوا مرفوعين، هقول القادرون رحماء. آخر سؤال خالص، وده مهم جدا وبيتكرر كتير، طالب مني أحول له الخبر الجملة إلى خبر مفرد، يعني بدل ما هي فعل أخليه له الكلمة اسم. كان الماهرون، طبعا كان بتنصب خبرها، هقول متميزين في أعمالهم، يبقى أنا أقوله كان الماهرون، أغير له الفعل يتميزون وأحط مين في الأول؟
يبقى بدل ما هي يتميزون تبقى متميزون، بس مش هينفع متميزون مع الجملة دي عشان الجملة بدأ بكان، لازم خبرها يبقى منصوب، فهقول متميزين. وآخر سؤال خالص يا ولاد، اللي هو سؤال الخط، أركز عليه برضو، بكتب مرة بخط النسخ ومرة بخط الرقعة زي ما اتدربنا عليه طول السنة. آخر سؤال هو الإملاء، وفي حد هيمليني، وياريت أركز في الكلمات واكتبها صح. وشكرا لكم طلابي على حسن استماعكم، كانت معكم.